جحجل وسام من الله. وسام وسام هيك من الله الواحد يتجي وسام. يا محمد يا يا رجل أنا أكره من 2010. سيضحك. يا دهدات أنا أكره هاي الحركة. السلام عليكم يا شخمان تمام جايكم الحمد اليوم مقطع جديد. اسم مقطع اليوم قلت لك تيك توك عشان نغيرها أصلا. قلت على تيك توك ونفكر فيه نعطي عليه رياكشن. فعلى سلك اشتراك سوي تجد تحصل دوس طبعا يعني كام طبعا يسنا بعد صلى الله عليه وسلم الله عنه سبحانه عظيم ولتس جو نبدأ المقطع. شوف شلون الحين بيكسرها. انا عتبه انا عتبه والله اشتغله انا عتبات والله اشتغله. شكرا اللي وراني المقطع هذا. جربوا الحل هذا انا اشتغلت معي الشاشه. يقول عطبات يا شوفوا عطبات واشتغلت عطبات استغفر الله. يا شوف انا اكبر بعض شوفوا هنا شوفوا يعني لا يا ابني لا تسلم. شوفوا هنا اصبعوا مين اللي ماسك الكاس. في واحد يقول الحين ليش ترتفع صوت في الليل؟ عشان هدوء 100% صدى. يا عيال مين هذه؟ مين انا عجزت افهم هذه مين؟ انا هذه عجزت اعرفها ذابحين فيها وكل مره مقطعه ومسويه كذا ايش علي يا شيخ؟ عمر دحبيبك. عبد الله تخيل بعد هذه الحركة تجي تفتح ال جسم هذا. في ناس قالوا مرطمان وفي ناس قالوا الكوز. محمد محمد الكوز او المرطمان. المرطمان هذا اسمه مرطمان كوز. شو اسمه؟ شو يقول سعدي؟ لا 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 هذا الحطر بس لا جك جك هذا فور كذب عاد. يا في واحد من الخيارات كذا يقول انه السعودي يسمونه جك. المهم خلينا نفتح هذا اللي قال له جك جك وما ينفتح. ايش وجهك قدام زوجتك؟ تعرف ذاك تتذكر ذاك اللي قال شو اسمه؟ سؤال مثل صار يا جفاف جفاف. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم يا شو 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 الهزة. استغفر الله العظيم. يا أخي برا الغرفة. طيب أهدى أهدى. طب اطلع برا. طيب طيب شوف جبت لك. اطلع. جبت لك أكل. طيب. والعافية. الله يعافيك شوف. يا عيال حنا اوكي الاخضر واليابس ناكله. الاخضر واليابس ناكله. ماما 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 يا اخي لا تخرشون العيال لا تخرشون العيال ترى ممكن انه يصير منقولي زي خوي فلا تخرشون العيال.
دز امها انا كرهانك بالقعده خطيتني اشوفك هين بعد شوي هناك وارجع هناك تحج على الوسخ والله اني وسيم ترى ينطلع بي بس ريحه القايسه ريحتك ريحه هدومك ريحتك انت جد حط لي كريج افتح حسابي لنستي وفك الريلزات مش كاني ما عندي بس انت ياه محمد ياه شو عمل يا رجل اني اكرهه من 2010 سيضحك يا دهزات انا اكره هاي الحركة علي بالحرام اذا ما اصبحه بجتله ومسي بجتله شغل مدرسين شو يا اخي شوفوا المدرسين هذا الاجتماع ضحكات دوا هي عاد يا اخي عاد حلمين والله لا اداوم هذا شيء اسمه سبونج بوب صح؟ والله ما ادري اسمه بس يضحكني ضحكات دوا هي هذه هندية لا صح انت متمرس فيهم فتعرف عيوني هي وحلميني هاي قبله اسلامية بس هندية هاي هاي قبله اسلامية اذا ما تضمن لك جهنم ما يعرفش هي تكفى مارد انضغط يا محمد يا ايش جوك الزفت يا اخي ضحكني ضحكني الكرنج مو لا اخرج شو اسمه خوقيت والله لو فكرت كرنج العراقي انك لا تضحك بس هذا كرنج لا تحلف لا تحلف والله داحك هذا كان اسمه صغير صفاته هذا شو اسمه؟ سوري هذا سوري؟ اظن شكله سوري باين من ربعنا الله حي صورت لا ها جدول والله اخي سؤال كم نسبة غبائك من ثلاثة أربعة يا اخي شتريد انت شتريد ما انت شايف جدا اعطيك كم كبير دز بس كاكي رأي الكلوزر الوردي شكله دلع لونه يلمع سووا هيك ها تكفى الكمبيوتر ما يدك زرار عجل انت محمد رح نوصل صاحبتي نفسها؟ ايوه نفسها فلا تفشلني انت كيف لحقت؟ بتعطر عايز يا ابني شبك من متى النظافة؟ النظافة من الإيمان يا شيخ كتمتنا الله يكتمك احنا وصلنا مع السلامة لا يا محمد لا يا محمد لا يا محمد يا اخي يا الله يقرفك استغفر الله هذا سكتش 100% بس الله يقرفك اللي يسوي زي كذا يا من قول يا خويه اختك فاذا انت سويت الحركه هذه فلا تتوقع من اختك تطلع مدرسه اسلاميه أبحصها عملت كتاب أبعجيب يا حبيب مرفوضة مرفوضة وطي صوتك مرفوضة وطي صوتك حاسم ما عندك مشكلة والله لا عندي فلوس هي أكيد البنك فيه له مشكلة جرب مرة ثانية معاك حاجب أها حاجبين ريال مرفوضة يا حبيب مرفوضة في ناس يا حبيب مرفوضة هذا الجو اللي يبكي على مسلسل ما أدري جوكم اللي يبكي على مسلسل تزامها لما تجيك فلوس خليك هادي ريلاكس لا تتجنن أنا بس تجيني حوالة حرفيا حاجة لسه هو انتوا لسه شفتوا حاجة لسه هلعبها صد رد ومش هخلي فيها حد لسه بنقول يا هادي
بعد أفشي تسوق ليش تستأجرين؟ ما ادري تعشف 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 انزل 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 النار تشوفني بسحرك يعني النعومة والله واحد يا رجل رهك ولد يا اخي دز دز انقل انا مو تجي تتنام روح انقل انا قصدك كرنجياتك يعني عن ام القتلى ما ادري انقل انا يلا حبيبي اه كرنج كرنج عارفه عارفه رجعوا هنود ايه جوي يا وينه يا السؤال هل انت تموت على الضحك لهذه الشغلات ها واو هذا ما هم هنود اصلا لا تشتت ولا هم بنجان بقال ما يشتغلت يا عيال ترى هذا دخل هندسة الناس لما تدخل هندسة تصير عقول وفاهمة وصاحي إلا هذا دخل هندسة ونهبل كذا بتاعنا انت طلعني بمقطعك حتى تغلط علي انقل انت او يوتيوب اغلط عليك احمد ايه؟ شنو وجدان الفرحان؟ يا يما العجيب اللي بتسويه احنا لا يجابينا اي شيء وما في حدا يقدر لنا احنا زين والله خلصنا صراحه انا طابت نفسي من كرنجات الزفت الرميت اللي معي الى هنا قصه الحلقه صار لك اشتراك في قناه تصنع استمر الكلام تبني سناب بعد صلوا على النبي سبحان الله وحمد الله العظيم ما سيوليرو